من ناحية أخرى، استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تنفيذ سياسات المنافسة والحيادة التنافسية، وكذلك حصاد الجهاز لعام 2023. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه يتم التحضير لإجراء مراجعة النظراء الدولية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكداد حول قانون حماية المنافسة وسياسته بمصر.